اسمي وليد خالد كريم، مواليد 1992، خريج بكالوريوس لغة عربية. بديت التصوير سنة 2007 بمعدات خفيفة ومبتدئة جدا. اللي وصلت له لحد الآن كمفهوم اشتغلت عليه أني، إنه التصوير بالبداية لازم تتعلم ولازم تجتهد ولازم تتفوق وبعدين تفكر كمادة. كمفهوم للتصوير اللي سمعته بالبداية واللي موجود بالعراق حالياً، إنه التصوير مستحيل يطورك، مستحيل يعيشك، ومستحيل إنه تقدر تعيش به وتجني فد مبالغ حتى تقدر تعيش به. الفكرة مو هنا، الفكرة إنه أنت تطور نفسك بالبداية وتعرف إنه التصوير يرتبط إنه تكون تعرف شلون تعدل الصورة وشلون تعرف تسوي مونتاج وشلون تعرف تسوي صوت. هذا أول ما تبدي به إنه أنت كمصور. إذا كنت مصور فوتوغرافي أول وتالي من ترجع لازم تتعلم على الفوتوشوب، يعني أول تالي تعدل صورك، مستحيل تقدر تخلي صور خام حتى تقدر تنزلها أو ممكن تصير اسم إليك. سويت اسم شركة إنتاج فني اللي هي اسمها بلوراي ميديا. الهدف من عندها إنه أنت تحقق إبداع مختلف في مجال الصوت والصورة والفيديو بمساعدة من اللي وياك، كان اختيارهم على أساس إنه هم محبين للهدف مالتنا أكثر ما هي فلوس. المشروع لحد الآن أثر بالمجتمع بنسبة كبيرة. قدرنا نوصل صورة للمجتمع إنه هذا عملنا وهذا شغلنا هو إبداع. كل يومية وكل عمل يختلف جذرياً عن العمل اللي قبله، من ناحية الفكرة، من ناحية المونتاج، من ناحية التصوير، من ناحية الكواليتي. حالياً إذا تشوفون شغلنا من البداية لحد هسه تشوفون إنه مجرد تطوير. لحد الآن إنه إحنا ما وصلنا للي نريده، هسه حالياً مجرد تطوير. يجوز بعد فد 20 سنة إنه إحنا بعدنا نطور. الفكرة إنه أنت كل ما توصل إلى شيء راح تشوف قدامك بعد تحتاج. فطور لو ما طور بالمجتمع، أثر أو ما أثر، فهو حالياً إنه اسمنا كل الناس تعرفه، حتى اللي مو مجالنا شخص تسمع تقول له بلوراي ميديا، ها أكثر شيء هسه ها ذول أهل الطيارات. فأثر مو ما أثر، يعني كل المشاريع احنا مو نشتغل دائما على انه هذا الا بفلوس يلا، لا اكو فد اكو مواسم ومراسيم تصير دائما نشتغلها، هي مجرد بس نطلع انتاج يختلف جذريا كل سنه. ايش قد ما اوصل، ايش قد ما اطور نفسي، ايش قد ما اقول انه انا تعلمت وصلت اللي اريده، اتفاجئ انه اني بعدني واضطر انه ارجع أباوع أشوف ممكن مصور صغير وبعده يعلمني شغلة كبيرة. الفكرة إنه أنت اسمع وتعلم حتى تقدر تتطور. أتمنى إنه نقدر نحقق فد إنجاز وإبداع فني على مستوى العراق وعلى مستوى خارج العراق، وتكون اسم الشركة بلوراي ميديا هي اسم للإبداع.